السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم جميعا إلى كل متابعين لقناة عبد الصمد الجزولي. في الحقيقة اسكت يا بني. في الحقيقة مجال صيانة الهاتف المحمول فبكل وضوح وبكل صراحة به جانب إيجابي وبه جانب سلبي، وربما هذا الجانب السلبي أصبح به مشاكل كثيرة وأصبح خطر على التقني في كل يوم. سأوضح لكم ذلك كيف. فالتقني مع الأسف، يعني كل التقنيين الذين يصلحون الهواتف معرضين للخطر وفي الحقيقة للكوارث في أي لحظة. والمشكلة أن هذه الكوارث والمشاكل التي قد تحدث معهم لم يعني رغم المحاولات المتكررة والاجتهادات إلا أنك ستقع في الفخ مع الأسف الشديد. على سبيل المثال، فمثلا إذا أتاك هاتف سقط لصاحبه في الماء، هاتف سقط في الماء وقام بتشغيله، ومتى اشتغل الهاتف وربما التاتش لا يشتغل، شاشة البصمة أو شاشة اللمس عفوا، فاللحظة التي تأخذ فيها الهاتف فأنت أخذته على أساس شغال مع عطل التاتش فقط، فاللحظة التي تقوم بفك الهاتف يعني تقوم بتحريكه هكذا وهكذا، فالماء يبدأ بالدوران والانتقال من مكان إلى مكان وسط البوردة، وخصوصا الهواتف التي بها بطارية بالداخل، ففي أي لحظة يمكن أن يحدث لك الشرط أو دائرة قصف ويحدث تفحم للمسارات واحتراق للمسارات فيموت الهاتف في يدك. الزبون لن يتفهم هذه الأمور، كل ما يعرفه هو أنه يقول لك بأن الهاتف أتيت لك به شغال أعده لي كيفما كان. مع الأسف الشديد، يعني رأى نحن معرضين للخطر بشكل يومي وللمشاكل بشكل يومي. أنا أتكلم عن تجربتي الشخصية، والله الكثير من المشاكل أتفاجأ بها يعني ولا دخل لي فيها، والمشكل الكبير هو أن الزبون لا يرحمك نهائيا، يعني يجيبك بصراحة العبارة أعد لي هاتفي كيفما كان، أريد هاتفي الآن أنا مسافر. يعني سبحان الله، والغريب في الأمر أنه ليس كل الزبناء، مع احتراماتي ليس الكل، ولكن هناك الكثير منهم مع الأسف وبصريح العبارة. فعندما التقني يعني لا قدر الله يسكت الهاتف في يده أو يحدث له عطل، فمع الأسف هناك بعض الزبناء يفرحون، والله يفرحون ويشعرون بالبهجة. لماذا؟ لأن التقني وقع على هذا المشكل فيستبشر خيرا بأن العميل أو التقني سوف يشتري له هاتفا جميلا أفضل من هاتفي، لأن هاتفه كان به الكثير من العطاء وحان الوقت كي يتخلص منه بهذه الطريقة ويكون قد اكتسب هاتف آخر. والله عيب، والله هنا يعني في الحقيقة نحن لسنا محميين، نحن نعاني في الصمت الرهيب، إذا لم أقل الكل ولكن أغلبنا، هذه حقيقة. هناك من يعترف، هناك من لا يعترف، ربما كبرياء منه وظنا منه أنه سوف يحس بالضعف، ولكنها حقيقة يا أخي الكريم، يا أخي التقني. فمسألة أن يموت الهاتف في يدك مسألة يعني كما نقول لا يمكن تفاديها بشكل كامل، يمكن الأخذ ببعض الأسباب وقد تأخذ بعض الاحتياطات، أنا أتفق معك، ولكن أحيانا يأتيك شيء يعني فوق طاقتك أو فوق علمك. على سبيل المثال، أنا شخصيا والله أتاني هاتف سامسونج جي 5 2016 سقط من صاحبه صدمة قوية فوق الأرض، فالهاتف اشتغل ولكن الكاميرا أصبحت بها خلل. والله أخذت الهاتف فكان 5% في الشاحن فوضعته ليشحن، وذهبت لكي أتي ببعض الأغراض، وعندما عدت وجدت بأن الهاتف مات يعني بشكل عادي وطبيعي، لم أفتح الهاتف، لم ألمسه، حتى لم أنزع حتى البطارية من مكانه، فمات الهاتف، مات في يدي أنا. يعني والسبب، يعني حتى نكون منطقيين بشكل علمي، أنا سوف أقوم بتحليل ما وقع، لأن الهاتف عندما تعرض لصدمة قوية أعتقد بأن ربما البوردة حدث بها تشقق أو قطع في المسارات، ولكن بقي هناك تماس، أو أن أحد الأي سيات، ربما المعالج، ربما الذاكرة، ربما أي سي الباور، يعني أحد النقاط أسفله وقع بها الشرخ، يعني ربما تآكلت أو بفعل الصدمة أحد النقاط والتي هي مسؤولة عن منظومة الباور حدث بها مشكل.
فربما بفعل الهاتف يعني ظل يقاوم يقاوم او ذلك المسار او تلك النقطه ظلت تقاوم تقاوم، وعندما انا امسكت الهاتف فبدات بتشخيصه وتحريكه مات في يدي. يعني كان من الممكن ان يموت في يدي الزبون، ولكن غالبا يموت الهاتف في يد التقني، لان التقني الطريقة التي يحرك بها الهاتف غالبا أكثر من الزبون، لأن الزبون إذا سقط منه الهاتف صدمة قوية أو تسرب له الماء فلا يحركه كثيرا كما تحركه أنت. يعني فأنت تبدأ بفك البراغي وتحريك البوردة، وربما عندما تفك البراغي البوردة تبدأ بالمليان أو التحرك، مما يسبب في قطع حقيقي للمسارات وليس قطع نسبي، فيحدث لك الموت المفاجئ في يدك. يعني اخواني في الحقيقه علينا ان تكون بيننا علاقات جيده وان نتواصل بشكل جيد، واي شخص لديه معلومه يعني قد تنجي تقني اخر من الموت للهواتف في يده، فعلينا ان نتواصل وان نحاول التضامن فيما بيننا، لاننا والله اصبحنا نعيش وضع كارثي. فهناك مشاكل كثيره لا يفهمها غالبا الا التقنيين والزبائن، لا أقول الكل، ولكن أغلبهم لا يرحموننا بكل صراحة، لا يرحموننا. فنحدث في موقف محرج، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات، وإن شاء الله فهذا المساء إن شاء الله سوف أقوم بعرض تجربة حول طريقة تعاملي مع إزالة زجاج الحماية، وكيف تعاملت مع الزبون حتى أتفادى موت الشاشة، وبالفعل ماتت، ولكن الحمد لله اتخذت إجراءات واحتياطات حتى يعني لا أصاب بضرر كبير جدا جدا. إذا إن شاء الله موعدنا في الحلقة القادمة حول طريقة تفادي الموت الشاشة أثناء عملية الصيانة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.